وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله والمستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير نحمدك يا ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو جبار السماوات والأرض لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ولبى نداء ربه حتى أجاب مناديه وظل يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت حتى أمن الخائف وطمأن القلق وقوم المعوج ونشر أضواء الحق والدين والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها على سائر الأكوان فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها جميعا ثم أما بعد أحبتي في الله نحن في هذه الأيام في مطلع شهر ربيع الأول ولقد درج المسلمون من الاحتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المظهرية الجوفاء الخالية من العمل فالاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يعد أمانة لأنه من حب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أقول الاحتفال واجب ولا أقول
الاحتفال حرام، ولا أقول الاحتفال فرض، ولا أقول ولكن الاحتفال من حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تعود المسلمون على الاحتفال عن طريق المظهرية الخالية من العمل تماما. ولا نشك أبدا في حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أي أحد يحتفل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف الذكرى والجراح، الأمة في هذه الأيام تحتفل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تعلم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحتفل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تعلم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن، من هو النبي الذي تحتفل به؟ من هو النبي؟ والجواب على هذا السؤال هو موضوع لقائنا في هذا اليوم الكريم المبارك. ففي هذه الدقائق المعدودات تعالوا بنا نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. لا ورب الكعبة، هذه الصلاة لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن في هذا اليوم نتحدث عن خير الخلق، فينبغي علينا أن نسمع صلاة تهتز لها الدنيا، صلى على الصادق. لا ورب الكعبة، هذه الصلاة لا تليق بالنبي، فلن أكمل هذا الحوار إلا حينما أسمع صلاة تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الصادق. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ حي في قبره؟ نعم. هل معك دليل على ذلك؟ في سنن أبي داود والترمذي من حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، أي قد بليت، يعني قد مت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم علي مرة رد الله روحي، رد الله روحي، لكي أرد السلام على من سلم علي، فيحيا رسول الله حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الملك. فصلوا على الصادق. الله جل جلاله خلق الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمس: نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا. واصطفى من أولي العزم الخمس الخليلين الكبيرين العظيمين الجليلين إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا على جميع العالمين، فشرح له صدره وأعلى له قدره وزكاه في كل شيء، زكاه في صدقه، وزكاه في بصره، وزكاه في عقله، وزكاه في حلمه، وزكاه في فؤاده، وزكاه في معلمه، وزكاه في حلمه، وزكاه في كله، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. بل تتجلى محبة الملك جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم في قسم الله جل جلاله
بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: والله ما خلق الله وما زرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الله وما زرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما سمعت الله أقسم بعمر أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لعمرك، يعني وحياتك، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك يا محمد، إن أهل الشرك، إن أهل الكفر في ضلالهم يتخبطون ويتحيرون. بل أقسم ربنا جل جلاله على النبي بالرسالة أنه رسول من عنده، وما أقسم ربنا لأي نبي من أنبيائه بصفة الرسالة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل جلاله: ياسين، فياسين قسم، وليس اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ياسين: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. بل أقسم ربنا بالضحى والليل إذا سجى أنه ما أهمل محمدا وما قلى من بعد ما اختاره واجتباه، وأنه جمع له الكرامة والسعادة في الدارين مع الزيادة. فقال ربنا جل جلاله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الآيات: بل ما نادى ربنا جل جلاله على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا في القرآن الكريم كله، نادى على جميع الأنبياء. قال ربنا جل جلاله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى، يا يحيى، يا زكريا، يا داود. ولكن لما أراد الملك أن ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها النبي، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها المزمل، يا أيها المدسر، نادى عليه بصفته، ولما نادى عليه باسمه قارنه بصفة الرسالة. قال ربنا جل جلاله: وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تتجلى محبة الملك جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه خص النبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة. هل تعلمون ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنه من سأل لي الوسيلة أدركته شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. بل خص ربنا جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم بالكوثر. هل تعلمون ما الكوثر؟ الكوثر هو نهر في الجنة أو حوض في الجنة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر حينما دخل الجنة في رحلة الإسراء والمعراج،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، إنا أعطيناك الكوثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي أشد بياضا من الثلج، وأحلى مذاقا من اللبن بالعسل، عدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة هنيئة لا يشقى بعدها حتى يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. بل في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي أشد بياضا من الثلج، طينه مسك أزفر، عدد آنيته بعدد نجوم السماء، وإني لأرد الناس عنه يوم القيامة كما يرد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: أوتعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: إن لكم يومئذ لشيما، أي علامة، وهي أنكم تأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء. فهنيئا لك يا من تحافظ على الصلاة، هنيئا لك يا من تحافظ على الوضوء، أنك ترد غرا محجلا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. بل أمر ربنا جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا مكانته عند ربنا بأمر من الملك جل جلاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال، فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال: أتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحليت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت للعالمين كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا أول من يبعث يوم القيامة، أول من يبعث يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح. فالله جل جلاله حرم الجنة على أي أحد يدخلها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح. فيقول لي خادم الجنان: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول لي خادم الجنان: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. بل يتجلى محبة الملك جل جلاله على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل للنبي صلى الله عليه وسلم المحاسن خلقا وخلقا. فبالنظر إلى مجموع الروايات التي وردت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها وأجمل الناس وجها، كما ذكر في كتاب الإمام الترمذي كتاب الشمائل. انظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك ترى. وروى هذا الوصف مجموعة كبيرة من الصحابة،
كالبراء بن عازب وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب وأم معبد الخزعية وعائشة رضي الله عنه وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. أما عن وصف النبي في هيئته العام فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال. ومعنى كلمة ربعة من الرجال أي كان عريض المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. وأما عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، سئل أبو إسحاق السبيعي: هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر أم كان كالسيف؟ طيب هي علاقة القمر بالسيف؟ يعني هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر في الاستدارة أو كان كالسيف في الإطالة؟ أو هل كان وجه النبي كالقمر في الإنارة أو كان يلمع كالسيف؟ فقال أبو إسحاق السبيعي: كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر في الاستدارة وفي الإنارة. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر في الإنارة وفي الاستدارة. وأما عن حواجب النبي صلى الله عليه وسلم وعين النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عينه دعج وفي أشفاره غفر، والدعوجة كما قال علي بن أبي طالب هي شدة بياض العين مع شدة سواد الحدقة. أنا عايزك تتأمل هذا الجمال وهذا الجلال. الدعوجة هي شدة بياض العين مع شدة سواد الحدقة، في عينه دعج وفي أشفاره غفر، يعني كانت رموش النبي صلى الله عليه وسلم طويلة كالمظلة. وأما عن حواجب النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم معبد الخزعية: كان أزج الحاجب من غير قرن. أزج الحاجب يعني كانت حواجب النبي صلى الله عليه وسلم ملآنة وتشبه الهلال، تأخذ العين من أولها إلى آخرها بغير قرن، أي كانت حواجب النبي صلى الله عليه وسلم ليست متصلة بعضها ببعض. أما عن أنف النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي أشم العرنين مع دقة في أرنبة الأنف. أشم العرنين يعني كانت أنف النبي صلى الله عليه وسلم مرتفعة مع دقة في أرنبة الأنف. وأما عن فم النبي صلى الله عليه وسلم كان ضليع الفم. كان ضليع الفم أي كان فم النبي صلى الله عليه وسلم كبير، وهذا كان ممدوح عند العرب، وكان في صوته صهل. انت عارف لما تلاقي واحد بيضحك وتقول هو ماله صهل كده ليه؟ في صوته صهل، وهذا الصهل كان معه بحة تزيد الصوت جمالا وجلالا وبهاء. أما عن أسنان النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مفلجة، والتفليج يفعله الناس في دنيانا تكلفا وقد نهينا عن ذلك. وكانت أسنان النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء، فكان حينما يبتسم أو كان يصر كانت أسنان النبي تسطع في الجدر. عارف لما تجيب مراية وتسلطها على الضوء، إيه اللي بيحصل؟ الضوء يتلألأ على الجدار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر تلألأت الجدر من شدة بياض ولمعان أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الكراديس، والقردوس هو التقاء كل عظمة بأخرى، كالتقاء عظمة الكتف
بعظمة الذراع وعظمة الفخذ بعظم الساق أو القدم. كان عظيم الكراديس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دقيق المسربة، والمسربة هي الشعر النازل من الصدر إلى السرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشعر الذراعين والساقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شفن اليدين والقدمين. انظر إلى هذا الوصف، يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلى الناس وجها. وأما عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في اللحية أو كان في شعر رأسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كسف اللحية تملأ صدره من أولها إلى آخره. وأما عن شعره لم يكن جعدا قطط، ولم يكن ذا صبوطة، يعني شعره ما كانش مجعد وما كانش ناعم قوي، كناعم يعني زي ما بيقولوا ناعم خيلي، لم يكن جعدا قطط ولم يكن ذا صبوطة. وكان شعر النبي يصل إلى المنكبين، واختلف العلماء إلى أين تصل المنكبين. حينما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضمد شعره أربع غدائر، يعني كان بيقسم شعره أربع أقسام، مش أربع ضفائر، كان بيقسمه أربع أقسام، يجيب جزئين قدام ويجيب جزئين تاني ورا. طيب عشان يجيب جزئين قدام يبقى كان شعره طوله قد ايه؟ كان شعر النبي يصل الى جيب صدره صلى الله عليه وسلم. اليك حبيبي في الله هذا الوصف الماتع الجميل اليانع الذي زينه ربنا جل جلاله بالحلم والعلم والسناء والرخاء والقوة والعبودية. الله جل جلاله زين هذا الخلق والخلق وأثنى عليه في آية واحدة جامعة مانعة، قال ربنا جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. بل تدبر حبيبي في الله، قال أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل ما رواه أنس، قال أنس: خدمت رسول الله 10 سنين ما قال لي أف قط. هنيئا لك يا أنس، هنيئا لك، تدخل على النبي وتخرج على النبي وتسمع كلام النبي وترى النبي في نومه واستيقاظه وتراه في كل موضع، هنيئا لك يا أنس. يقول أنس: خدمت رسول الله 10 سنين ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعت لما صنعت، ولا لشيء تركته لما تركته، ولا لمست ولا مسكت ألين ولا أطر من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أعظم من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. بل تدبر حبيبي في الله، سأل العطاء بن يسار عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: صف لي رسول الله في التوراة، فقال: والله إنه لموصوف في القرآن ببعض ما وصف به في التوراة. في القرآن قال ربنا جل جلاله: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي التوراة قال ربنا جل جلاله: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تتبع السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتعفو وتصفح، صلى الله عليه وسلم. وما أعظم ما ذكرته أم المؤمنين عائشة الفقيهة رضوان الله عليها وعلى أبيها، حينما
سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ طبعا عارفين إيه اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. تج وجهه وكسرت رباعيته، وكاد أن يهلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأم المؤمنين عائشة الفقيهة تقول: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك يا عائشة ما لقيت يوم أن عرضت نفسي، يوم أن عرضت نفسي على عبد يليل بن قلال. وعبد يليل بن قلال كان سيد من سادات الطائف، فلما لم يجبني لما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، ولم أستفق إلا وأنا بقرن السعالم. تعلمون ماذا حدث في الطائف؟ حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وجهر بالدعوة وقال: يا بني عدي، يا بني فهر، فلما اجتمعوا بين يدي الحبيب النبي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني أخبرتكم بأن خيل خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا رسول الله، بين يدي عذاب أليم. فقام أشقى القوم عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر القوم يا محمد. من هذه اللحظة دقت تبول الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم مطارد، ودعوته مطاردة، وأصحابه مطاردين. فقال النبي: أذهب إلى أرض جديدة أزرع فيها شجرة التوحيد. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، قرابة 70 كيلومتر، على قدميه الداميتين المتعبتين. ومن ذهب إلى مكة زادها الله تشريفا وتكريما عن طريق البر، يعلم تماما طبيعة الصحراء من الوديان والهضاب وحرارة الشمس التي لو انعكست على الرمال كادت أشعة الشمس أن تذهب بالأبصار. ذهب النبي المختار إلى الطائف على قدميه، لم يجد بعيرا ولا حمارا. ذهب إلى الطائف لم يرد منهم جاها ولا جاها ولا وجاها. ذهب إلى أهل الطائف، فلما وقف بين يدي عبد يليل بن قلال دعاه إلى توحيد الملك جل جلاله. فماذا كانت النتيجة؟ استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسلطوا عليه الصبيان، وسلطوا عليه السفهاء، وقذفوه بالحجارة، ولم يقدموا له طعاما ولا شرابا ولا ماء. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم والدم الشريف يتساقط على جسده الطاهر. انطلق النبي حتى وصل إلى قرن السعالب، وقرن الثعالب تبعد عن الطائف 5 كيلو. يا الله، يمشي النبي 5 كيلو، 5 كيلو مهموم. انت متخيل حجم الأسى؟ متخيل حجم الألم؟ متخيل حجم الوجع؟ يمشي النبي 5 كيلو مهموم، 5 كيلو مهموم على وجهه، يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحاب قد أظلتني، وإذا بها جبريل قال لي: لقد سمع الله قول قومك لك.
وما ردوا به عليك، وأرسل إليك ملك الجبال لكي تأمره، فلئن أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. والأخشبان هما جبلان عظيمان في أحد، لو أمرتهم أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. فقال الرحمة المهداة النعمة المزداة: لا يا ملك الجبال. أنت متخيل؟ متخيل رؤية الدم تثير الدم؟ لو في اتنين بيتخانقوا مع بعض، واحد راح معور واحد، اللي تعور ده أول ما بيشوف دمه إيه اللي بيحصل؟ دمه بيغلي بيفور وعايز ياخد بطاره. رؤية الدم تثير الدم. والمصطفى الرحمة المهداة النعمة المسداة السراج المنير صاحب القلب الكبير يقول: لا يا ملك الجبال، ولكني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وحد الله جل جلاله. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى محاسن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا إلى الخلق والخلق يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل البشر. أحبتي في الله، أرى أن عقارب الساعة قد طاردتني، فأرجو الحديث بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. إذا طرحنا سؤال أعلم الجواب سلفاً، هل عرفت الأمة قدر نبيها؟ هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب على لسان الجميع: نعم، نحب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمة تقال بين الشفتين، ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم أمانة. حب النبي ليس مجرد كلمات تغنى في الربيع، ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. فهل عرفت الأمة قدر نبيها؟ إن ادعت الأمة أنها عرفت قدر نبيها فإن واقع الأمة وحالها يكذب ادعاءها. إن واقع الأمة وحالها يكذب ادعاءها. حبيبي في الله، الحب له قانون، وقانون المحبة هو أن يبذل المحب في رضا محبوبه، وإن شق عليه ذلك، وإن رأى غيره ذلك تكلفا. أكرر، قانون الحب أن يبذل المحب في رضا محبوبه، وإن شق عليه ذلك، وإن رأى غيره ذلك تكلفا. عمرك شفت حد بيحب حد بيزعله؟ مستحيل. أي واحد بيحب حد يبذل كل غالي ونفيس يسعى لإرضائه. لو واحد بيحب واحدة، طبعا في الحلال أعاذني الله وإياكم من الحرام، لو واحد بيحب واحدة في الحلال يعني زوجته أمه أخته، يبذل كل غالي ونفيس لإرضائها. ولو امرأة تحب رجل في الحلال تبذل كل غالي ونفيس لإرضائه.
عمرك شفت حد بيحب حد بيزعله؟ مستحيل. هكذا الحب. فحب النبي صلى الله عليه وسلم طاعة، حب النبي صلى الله عليه وسلم تصديق، حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، حب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم أمانة في أعناقنا وليس مجرد كلمة. الله جل جلاله قارن طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما النتيجة يا رب؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله. انظر، قارن طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قد يقول قائل الآن سؤال مهم: تعرفنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو حق النبي علينا لنوفيه كاملا غير منقوص؟ والجواب على هذا السؤال يحتاج إلى لقاءات ولقاءات ولقاءات، لذا الجواب في لقاء مقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله جل جلاله أن يسترنا وإياكم. اللهم احسن وقوفنا بين يديك، اللهم احسن وقوفنا بين يديك، اللهم احسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت به عليه من أسرارنا، ولا فيما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزع النعم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. اللهم سد الدين عن المدينين، وأزل الهم عن المهمومين، واكشف الغم عن المغمومين، وأزل الكرب عن المكروبين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل عملنا كله إن كان خالصا في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة. توقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. لنلقى رضا الله في كل حال.